اهلا واخيرا الفيديو دقيقه ما عجبني الخاتم. اهلا واخيرا الفيديو الخامس في القناه. في فيديو اليوم راح اجرب اغرب ترندات التيك توك. وقبل ان نبدا بالفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك في القناه. وبس يلا نبدا. اول شيء دخلت على التيك توك وكتبت افكار رسم. بعد كذا شفت هذه الفكره ومره عجبتني. راح استعمل هذا الدفتر من شي ان. اغلب الرسمات اللي فيه قديمة. في هنا رسمة مرة تعجبني اللي هي هذه، مرة احسها حلوة. وهذه الرسمة اللي اتوقع الاغلب يعرفها، مرة احبها. قبل ان ابدأ بالرسم راح البس النظارة عشان اقدر اشوف زين. يلا نبدأ بالرسم. للأسف الرسمة تحتاج مسطرة وهذه الاشياء، بس ما لي خلق اروح ادور المسطره، فعشان كذا بتفنن وبرسم بدون مسطره. كما اعتدنا لازم نجاوب على اسئله المتابعين. واول سؤال، عندك مواهب ثانيه؟ ايوه عندي مواهب ثانيه، زي انه بالطين اعرف كيف اسوي اشكال غريبه ومخيفه. اتوقع الاغلب يعرف هذا الشيء. والسؤال اللي بعده، مين يساعدك بفيديوهاتك؟ اتوقع قد جاوبت هذا السؤال من قبل، بس بجاوب مره ثانيه. أغلب فيديوهاتي أسويها لوحدي، بس إنه كمساعدة وزي كذا أختي. وآخر سؤال، أرسمي نفسك على طريقتك. إن شاء الله يعني بسوي فيديو برسم نفسي بطريقتي. كثير مرة طلبوا هذا الشيء، وأتوقع قد سويت فيديو قبل إنه أرسم نفسي بطريقتي، بس ما كانت مرة دقيقة الرسمة. خلوكم مع الرسمة. بعد كذا حسيت ان الرسمة مرة فاضية، فقلت راح ارسم مهرج على الجنب كذا. بعد ما انتهيت من الرسمة صار وقت اني اخلص حق الصوت وهذه الاشياء اللي تحت. بعد كذا بضيف تفاصيل بسيطة وبضبط الرسمة، فعشان كذا برجع لكم بعد ما أخلص الرسمة. أخيرا بعد ما انتهيت من كتابة الاسم وأضفت التفاصيل البسيطة، صار وقت أني أحبر الرسمة وأكتب الاسم الباقي اللي تحت. واخيرا انتهيت من الرسمه. اكتبوا لي في التعليقات كيف تشوفون الرسمه وكم تقيمونها من 10. والان صار وقت الرسمه الثانيه. وهذه الفكره ايضا شفتها في التيك توك ومره عجبتني، راح اوريكم اياها الان. للأسف ما رح أقدر أستعمل قلم رصاص، لأن اللي في الفيديو ما استعملت قلم رصاص لتخطيط الرسمة، فبخطط الرسمة بأقلام الطباشير هذه. أقلام الطباشير هذه مرة صعبة، يعني ما أحكي لكم قد إيش تعبت وأنا جالسة أرسم. غير كذا حبيت إني أرسم رسمة غير عن اللي رسمتها البنت في الفيديو. هنا اكتشفت اني جبت العيد، والكتف حق السبايدر مان الثاني مرة صغير، عشان كذا قلت برقعه وبرسم فوقه وبلونه بأسود، يعني عشان كذا ما حيوضح. جلست احاول اني ارسم الطباشير هذه، مرة متعبة لان القلم من فوق ما هو بحاد،
أساس يركز معاي ويضبط الرسمة. بعد كذا قررت أني أبدأ بجوين لأن السبايدر مان الثاني ما قدرت له أبدا. غير كذا الألوان مرة وسخت البلوفر اللي كنت لابسته عشان كذا رفعتها. جلست حسيت أن جوين شوي سهلة في الرسم غير عن سبايدر مان، فإن شاء الله تضبط. ويب أنا مستحيل أرسم شيء وما يضبط، لازم أضبط أي رسمة مهما كانت. جاتني فكرة ليش ما أبري القلم، ممكن يصير حاد وتضبط رسمة معي، لأن المشكلة في الألوان هي إنها مدبدبة دبة يعني من قدام، فلازم تكون نحيفة عشان يكون تحديد أحسن من إنها تكون كذا خربان شوي. وليتني ما بريتها لأنه نفس الشيء ما تغير شيء. واخيرا انتهيت من الرسمه، وهذه الرسمه اكتبوا لي في التعليقات كم تقيمونها من 10. انا عن نفسي اقيمها 7 من 10. الرسمه اللي قبل كانت افضل من هذه الرسمه، وانتوا عاد اكتبوا لي رايكم في التعليقات. بعد ما خلصت بالرسمتين قررت اسوي حاجه بسيط بالكيك، اسوي بدل الكيك كوكيز. بعيدا عن الشكل الرهيب، الطعم كان مرة لذيذ، وكان ودي مرة انكم تذوقون معي الكوكيز. والان صار وقت السحب اللي اغلب المشتركين في الدورة ينتظرونه. يلا نبدأ. الف مبروك الريم خالد، تتهنين بالالوان ودفتر الرسم. متحمسة مرة أشوف إبداعك بالألوان، واللي ما فاز هذه المرة إن شاء الله الجايات أكثر. بس كان هذا فيديو اليوم، إذا عجبكم لا تنسون تضغطون على اللايك والاشتراك في القناة، وبس باي.